السلام عليكم، كيف دايرين؟ بخير لاباس عليكم. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال يا ربي. اليوم غنجيكم انا واحد طايفه عزيزه انا وصاحبتي. ها هي سلمي عليها. سلام، كي دايرين؟ لاباس عليكم، كلشي بخير. المهم انا راه اول مره غنبان معاها، واحد عزيزه عليا. الله يعطيك الصحه يحفظك. راه هي عندها قناه ديالها، قولي القناه ديالها مع ام يسار. مع ام يسار كنتمنى تدخلوا عندها، راه عزيزه عليا بزاف، انسانه طريفه. وحنا راه صحاب ديال اليوتيوب، تلاقينا في اليوتيوب سبحان الله. شحال دابا راه جايه 3 سنين عامين ياك، غير كنشوفوا بعضياتنا غير من الواتساب ومن هذا. اليوم اول مره كنتلاقاو، جينا نديرو دوره في البرمونسي. جيت عندها من بوزنيقه. نعرفكم على المارشي تاع البرمونسي. راه جايه هذه مسكينه من بوزنيقه، وصراحه عقابه ميتش خاص صغير، خاص صغير الفلوس يمنا اللي تيقولوا. ايوا سميه كانت هي غنشوفها حتى هي ما كتابش. بغيت نسلم على سميه. كنسلم عليك سميه انا من هنا. بغينا نتلاقاو فيك ساعة ما كتبت عندها ظروف. نتمنى ان شاء الله نتلاقاو مرة اخرى. مرة اخرى ان شاء الله. ان شاء الله. توري ماش كتاكلي؟ هانتوما ما شهيتكم. هادي صاحبتي هي كملات هضرة. الصحة والراحة. صراحة كاين عند واحد السيد هنا بالمناسبة اللي عجبتنا بزاف. الكاميرا وغادي نشوفوه الصراحة. المحل اللي خداو من عندو البنات كنافة زوين الصراحة، عندو دليدة. كاينه بالبيستاج، كاينه باللوز، كاينه معمره بالتمر، بالكراميل، بالحامض، نسمه الحامض، وكلاص تا هو زوين الصراحه. من نس عشيه دزنا عندو خدنا الكلاص، الصباح خدنا هادي، الصباح خدو البنات الكنافه وفي العشيه خدنا الكلاص. كي قلت لكم هاي معمره بالكريم ديال الحامض ديال الشوكولا بالتمر باللوز بالبيستاج. هادي ديال واحد السوري رجاء انفاس مع طرا مليده الصراحه. هادي شحال معروفه بالفراشه؟ هادي شحال؟ طيب يا مي هادي شحال؟ هادي دايره 100 درهم. هادي شحال؟ هادي 100. حتى هي 100 مابقاش لك وقلا. هادي 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 70. زوينه واحد 70 درهم. هادوك كيفاش بغيت ناخذ ليهم؟ هادوك علاه ما كي هادوك في دارك تلبسين بلاه؟ ها تبغي ليهم؟ تبغي سيكليزم بعزال هادي صويره شويه. خدات فاش قرب باش تبان خويا كاين غير هاد اللوينه. هادي سولي شحال هادي؟ تاهي هادي تاهي شحال هادي؟ تاهي شحال هادي؟ هادي هادي 100 درهم. تاهي 100. ماما عندو داكشي زوين الصراحه الفن. اتمنى تيدير مناسبه. ها انتما اللوينات ديالهم بردين، ها الكرونه، ها الباج، ها الغوز. ام ويسار فني. ام هادو تيديهم 70 درهم زوينين تا هما، الثوب ديالهم زوين. هادي خلاص، هادي حمقاتني، هادي هادي تاهي 70 درهم فنة. شوفو كيفاش دايرة بردة. مطار هاك جبتيها يعني نصورها البنات؟ جبتيها انا راه ديما كنصور ملي نبغي نمشي للدار كنسى نوري ما شنو خديت. هادي تاهي فنة، هادي اللي خديت فنة الصراحة 100 درهم. دوري دوري هاش أخوك. ما عجبش
هذيك الكسيوه اللي وريتكم قبيله هي اللي خديت الصراحه، جات غزال. لا ما نقولش لكم، ما تخيلتش انا راه غادي زوينه حتى لديك الدرجه، خفيفه ومبرده الصراحه، فنه عجبتني. وليت كنقول خساره اللي ما خديتش حتى جوج منها نبدل بهم. المهم ماشي مشكل، انا راه ديما قريبه ديما نمشي تما وناخذ واحد اخر ان شاء الله في لون اخر. كما شفتوا معايا هذا المحل راه شتو سميتو دونا مود، راه غني عن التعريف، جا في سوق الظلمه. هذا اول مره نصور لكم فيه صراحه، كنت كنعرفو غير دي اما ما عمرني طلعت حتى تمايا هنا مع البنات، ديتهم نوريهم. عنده داكشي غزال صراحه، فن واثمنه مناسبه. خداو البنات، خداو الصراحه بيجامات، خداو ملابس داخليه، لاكين، كلشي عندهم الصراحه زوين. منقولش لكم فن، راه كيبان لكم شنو. وهذا المحل غني عن التعريف، راه عندهم انستغرام، عندهم في تيك توك، عندهم في اليوتيوب، عندهم الصراحه راه كلشي ولا كيبيع عن طريق اليوتيوب وانستغرام الصراحه. ولاو البيع اللي كيبيعوه عن طريق تيك توك واليوتيوب وانستغرام ابار داك البيع اللي كيبيعوه الصراحه، كيجي عندهم الناس من كيليفريو، كيجي عندهم الناس من بعيد، وعندهم داكشي فن الصراحه. راه واخا الفيديو ما غاديش يعطي داكشي حقه بحال مباشره. كسيوات مبردين عجبوني الصراحه، بدلي راه ما تبدلي لوينات، ها السامبل، ها اللوينات، ها الفصاله اشكال وانواع كيف ما بغيتيها، ها اللي سامبل، ها اللي ايفازي، ها اللي هذاك الشيء الصراحه عجبني زوين. حتى البنات عجبهم داك الشيء، زعما قالوا لي فن طالله ما يتشاف، خاص على الفلوس. المهم راه خدينا شحال من حاجه، هما اللي زعموني انا راه انا راه كنتغدى بهم زعما هما يدوروا يشوفوا، ما عوالاش كاع راه غناخذ. تصدقت انايا خايده خايده دوك البيجامات اللي كيجيو ديال هذوك اللي كيكون شورت قصير وداك الطوني ديالهم، والكسيوه الصفراء اللي صورت لكم، وواحد الكسيوه اخرى حتى هي كسيوه جلابه ديال التين، غادي تبان لكم حتى هي. صدقت فنه غزاله، كتجي ما نقولش لكم، خفيفه ومبرده، وتجي مع السبرديله ما نقولش لكم. دابا مره دابا راني تصورتني صاحبتي، راه غادي تبان لكم، غادي تشوفوها في الفيديو. واخا الفيديو طويل غير استحملوا تفرجوا فيه حتى الاخر، غادي يعجبكم. بزاف ديال الناس كيتفاعلوا مع هذه الفيديوهات ديال هكا ديال المارشي ديال الاماكن هكا اللي كيتباعوا فيها الحوايج وداك الشيء. حنا راه كنا ندورو فيه من الصباح، ما كملناه حتى لشي 6 قولي 6 ولا 5، بزز عاد تقادينا الفلوس، تقادينا الفلوس عاد سالينا الدوران. اما راه ما صورتش لكم بلاصه المواعن وداك الشيء، راه ما نقولش لكم كي دايرين حتى هما المواعنات ديال المارشي داخل. كان الصباح وبقى الدنيا خاويه، والصراحه ما بقى ما عنديش، ما كنزعمش باش نهز التليفون ونصور، كنحشم بزاف. راه علاش كنخلي لكم الصوت حتى كنمشي للدار عاد كنمونطي الفيديو، بقى ما عنديش هذيك، وكنظن عمره ما غتكون عندي، ما كنهضرش، نقدرش نهضر قدام الناس. كان بغيت نجي للدار وعاد نسجل لكم الصوت على خاطره، وعاد صراحه كنحشم باش نبقى نقول لكم الاسمينات ديال داكشي قدام الناس ونهضر وداكشي. المهم هادو راه بالشورت ديالهم سولتو راه 130 درهم، هادو 130 درهم. واللي قلت لكم انا راه نسيت ما صورتهم لكم، راه خديتهم ب 50 درهم، خديت انا جوج والبنات تا هما خداو جوج. صراحه شي حاجه فنه. المهم الناس اللي قراب هكا في البرنوسي وداكشي راه معروف، هذا راه معروف، جا في سوق الظلمه في الطلعه، بزاف تاع الناس غيكونوا يعرفوه. راه بيجامات عنده 50 درهم، 80 درهم، 100 درهم، شي حاجه روعه صافي، شي حاجه فنه. وديال صبني وردي، زعما الحاجه اللي كتكون باينه كتكون باينه، كتكون باينه من الثوب ديالها باينه. وهنا راه مني عينه، راه مشينا نتغداو، وديتهم واحد سناك زوين صراحه فن. تا هو اللي ساكنين في البرنوسي ولا قرا في البرنوسي غادي يعرفوه، ديال انا صورت لكم الدخله ديالو، دار البنا سميتو، دار البنا. الصراحه الماكله عندهم زوينه، ما نشكرهاش لكم، ماكله بنينه وعجبات صحباتي الصراحه. ما حشمش بيا ديك البصل اللي ديتهم ليها، ما حشمتش بيا، كل واحد يخسر فلوسه ويخسرهم لشي حاجه ما تستاهلش. كانت ماكله اروع ما يكون. راه ما عندهم 3 طاج، فين ما بغيتي تبركي كتبركي، وكلهم بلايص زوينين.
الفوق راه كاينه الكليما، راه ما نقولش لكم كانت الحراره داك النهار، كانت الحراره ما نقولش لكم. بركنا الفوق كاينه الكليما مبردين، ما نقولش لكم داك الشيء. ثانك ثانك. كنا بغينا سمية تحضر معنا ولكن ما كسبش. مره اخرى ان شاء الله نقول لها مرحبا بك من هذا الفيديو، تنقول لها مره اخرى نجي مرحبا بك. هنا راك كنصور لكم في الاسمنه ديال الماكله كل بلاو بشحال داير. والصراحه عندهم الاكل زوين، واخا ندير ريجيم ولكن ما بقى ريجيم. ملي كتخرجي كضطري ما عندك ما ديري، كضطري تاكلي ماكله الزنقه، ما يبقى لا ريجيم لا خير، ماشي صحيه ولكن ما عندو واحد يدير. فهادشي باش الخروج كيخسر ليا انا، كلشي كيخسروا ليا، كلشي كيضربوا ليا بالزيرو. ايوا المره الاولى قلت لهم لا راه دايره ريجيم، شويه بديت نهدي هذه. ايوا باش نقول لكم ماشي مشكل، مره ماشي مشكل. المهم فوجنا الصراحه، داز داك النهار زوين ودغيا داز، فوجنا ضحكنا. انتم انا راه خديت بلا ديال طاجياتيل بفكويد مير داير 68 درهم، كل 70 درهم. وهاد البلا ديال التشيكن داير 45 فوق 45 وشي حاجه. صاحبتي خداتو بالخضره وصاحبتها خداتو بلي بات، عجبهم الصراحه. بنين داكشي، كلشي بنين، كلشي جا زوين ما كيحشمش. وانا حيت ديجا كناكل عندهم داكشي الا جديتهم تما. هاد لي بات هادو راه ما نقولش لكم فنين لذاد. هاد البنه ما نقولش لكم مثل لي صوص اللي كيديروا ولا كلشي الصراحه عندهم لذيذ. اللي بغى يمشي عنده يجرب وغادي يعرف على جداويه. سميتو دار البنه، غتوصلوا للبرنوصي. راه اي واحد قلتوا لي دار البنه راه يوريه لكم. حكيت لكم ورا جات فوق منهم دراسه، وهما عندهم 13 لتحت والبروميير والدوزيام. كاين في تصلي كلشي داكشي باش كيعجبني انايا. فين توضاي فين تصلي كلشي هنا. راه هذا واحد المحل حتى هو شافته صاحبتي في انستغرام، قالت لي اديني ليه. بصراحه كون ما شايفاش في انستغرام ما غاديش نعرفو حنا هاد البلايص. انا بنت البرنوسي ولكن جا مبرك، جا ورا الباطيمه اللي كيعرف الباطيمه. عندها حتى هي داكشي زوين ما نقولش لكم. كسيوات ديال المحجبات فنين، سميتها شهرزاد شوب وقيلة ولا مود، والله ما عقلتش مزيان. المهم اللي عجبو الكسيوات راه يخلي ليا تعليق، راه غادي نقول ليها نشوف رجع نشوف سميتها ونقول لكم. حنا راه عيطنا لها في التليفون ونعتات لينا مزيان ومشينا نيشان، ما توضرنا ما والو. انتم على كسيوات ما نقولش لكم فنين، واثمنه مناسبه. انا غنوريكم اللي خديت والثمن بشحال. عجباتني الصراحه ما نقولش لكم. داكشي اللي كيعجبني داكشي العريض والمستور داكشي هو اللي كيعجبني. شوفوا معايا الكسيوات تا هما كي دايرين. هاد الكسيوات واقيله قالت لي 170 درهم، واقيله 170 درهم. هادو تاهما زوينين، شوف كيفاش دايرين. ملي كيلبسوهم هما في الباج ديال انستغرام راه كيبانو خطيرين صح. زاد الحاجه ملي ما كتكونش ملبوسه ما كتبانش، ما كتعطيهاش حقها في التصوير. هادو تاهما قويمين جد ديال الجين، بالنسبه للبنات اللي كيلبسوهم مع السروال كيلبسوهم حتى العيالات. هادو راه طوال واصلين تحت الركبه، كيلبسوهم كما مع سراول الجين. قوي ميجا هاجر هذا تاع مقوي ميجا طوال. عندهم هذاك الشيء ديال المستور ديال البنات المحجبات، كيبيعوا الشيلان، كيبيعوا جليبات، كيبيعوا كل شيء. شوفي هاجر ما
المحل ديالهم جا كبير صراحة، كبير. هاد الكسيوة تا هما كاين في اللوينات، اي لون بغيتي كتلقاه، كاين السامبل كاين اللوينات. داك اللي خديت كاين هاد الكري تا هو زوين، كاين الاحمر، كاين الكحل، كاين الغوز. ايوا هادو هما الكسيوات اللي كنت قلت لكم خديت انا في المطار. المهم ديوش على الفيديوهات، راه تخلط ليا الاول مع الاخر معاه. ايوا تفرجوا صافي. علي شتو هي هذيك يا غسي، ما بزاف تاع الفيديوهات اللي صورت داكشي كلشي تخلط. هذه هي الكسيوه اللي قلت لكم خديت من عند هذيك البنت شي متاع شهرزاد، هذه دايره 230 230 درهم. بصراحه شوفوا معايا عريضه وزوينه عجبتني، وباش عجبتني كثر مبرده وعريضه فيها الجيوبه. جات حتى مع السبرديله كي قلت لكم كتجي مع السبادريه زوينه. تا صاحبتي خدات وحده، وهذا واحد المحل كيبيع الرومي حتى هو، السميه ديالو مشات ليا من بالي. هذا جا اون فاس مع الطرام، ما نصور لكم بنتي سميتو بلاتي. المهم مشات ليا سميتو من بالي، وتقول واش بغات تجيني على بالي، كتعرفوا مني شي حاجه تبغي تفكري هذا ما كتمشي. المهم هنا راه كنت بغيت نخلي لكم الصوت وهضرت فيه، ولكن كانت الموسيقى شاعله غادي ما يقبلوش الفيديو. وهنا كنبغي نقول لكم اللي عجبو الفيديو ما ينساش يدير لايك ودير اشتراك ويخلي تعليق زوين بحالو، الصراحه كيحمقو الناس اللي يخليو تعليق زوين وكنفرح بيه بزاف. ما تخيلوش شحال كنفرح بيه واخا قلال، ماشي مشوب كلشي زوين كما شفتوا معايا. يلا كنتمنى الفيديو يكون عجبكم وخليت لكم الراحه والهنا وراكم هذا في الشارع اللي كيشوف. الى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله. تا هما كلشي عندهم زوين، لوينات صيفيه. والو ديك السميه ديالهم ولا بغات تجيني في بالي. رغم انني كنسمع بناتي ديما تيقولوا سميتو معروف هو تمايا، ولكن مشات.